ومن مصر تنضم إلينا مراسلتنا آية راضي. آية، هل تكشفت أي تفاصيل جديدة عن هذه الحادثة؟ التفاصيل الجديدة هو البيان الذي تم تحديثه من وزارة الصحة قبل نحو ساعة من الآن، يتحدث عن أن عدد الإصابات ارتفع إلى 108 إصابة، وعدد الوفيات حتى الآن 32 حالة وفاة. الصحة تقول أنها رفعت درجة الاستعداد في بعض المحافظات الأخرى القريبة من محافظة سوهاج، تحسبا لنقل المصابين من محافظة سوهاج إلى محافظات أخرى. يتحدثون عن أن هناك توافر لمخزون أكياس الدم في جميع المستشفيات في سوهاج، وأن وزارة الصحة دفعت بنحو 74 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفيات. حتى هذه اللحظة الحادث ما زال مستمرا على الأرض. هناك أنباء تتحدث عن أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيصل بعد دقائق إلى محافظة سوهاج برفقة بعض الوزراء، من بينهم وزيرة الصحة التي تحركت قبل ساعتين من القاهرة لمتابعة حالة المصابين في المستشفيات. فيما يخص البيانات الرسمية، هناك بيان صدر قبل ساعات من الرئاسة المصرية تحدث فيه الرئيس عن أنه سيتم متابعة الحادث و محاسبة المقصرين وراء ذلك الحادث، لكن البيانات الرسمية التي تقول أسباب هذا الحادث حتى هذه اللحظة ليست واضحة. ربما خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيل وأسباب ذلك بعد انتهاء فريق المكلف من النيابة العامة بالوقوف على أسباب ذلك. شكرا جزيلا لك آية راضية، مراسلة سكاي نيوز عربية، كنت معنا مباشرة من القاهرة.